السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك عزيزي المتابع، معك فهد من قناة جيم شيفت. شوف عزيزي المتابع، أنا نزلت مقطع قبل ويمكن أنه نال على يعني نزعلت علي عزيزي المتابع، لكن أوعدك بهذا الجيم راح تشوف شيء ثاني. الشيء المهم عزيزي المتابع انك اذا بديت جيم، طبعا الطول هذا طول السنايبرات تعرفونه، انا والله ما ادري شو اسمه بس اسميه سنايبرات، لازم يكون عندك التوقع، يعني مثل كذا عزيزي المتابع اعطيته بلعك. هذا اسمع صوته منين جاء؟ يساري، هذا هو ابلع. عليه مضروم، عليه مضروم، انتظر. اي جاء 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 جاء، ابلع ابلع يا عم. تعطيك الدرعه ما مشى، لازم اجي. اهلا اهلا اهلا. فمثل ما اقول لك عزيزي المتابع لازم اطبق تكتيك الباب الضيق. الباب الضيق وشو يا عزيزي المتابع؟ ما مات هذا، هذا ما مات، هذا مركب 70 درع. ابلع، اعوذ بالله الايم. قوت الان عزيزي المتابع لازم يعني ما لنا الا طريق التوقع. اي هذا خوينا مات، انت توقع، انظر الى الشباك، انظر يمين يسار، خلاص طلع امسطه وتوكل على الله. عزيزي المتابع هذا ثاني، لا ما في حد ثاني. ها في حد ثاني، نزل اللغم، خلنا نزله هنا. سيطرنا كفو. يوه هذا ابلع 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 اثنين. فمثل ما كنت اقول لك عزيزي المتابع لازم تكون يعني متوقع المكان، مثل هذا الشخص الجميل متوقع المكان، الحين ارجفوا. اح مصر. نعود عزيزي المتابع، ما نتوب الى مكان نفس المكان ونرجف. طبعا انا تحس ان ايمي ضايع، صح عزيزي المتابع؟ تحس اني ضايع انا وايمي كلنا والعائله. شوف هذاك ما في احد. بسم الله الرحمن الرحيم. صار من كثر ما صد دموي اتخيل. تعال ابلع 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 ابلع. نظام الشباك هذا نعرفه، هذا واحد. ابلع يا لمير، ابلع ابلع ابلع. هذا الرابع او الثالث، سوي فيها وراء يا اقمصك وانت من وراء سياره الشرطه عزيزي. لا تتعامل مع من الاين ضايع شوي، والله الاين ضايع، لكن الامور تمام عزيزي المتابع. هذا لعيونك سوبر هاتريك، هو ما هو سوبر هاتريك، اكثر من سوبر هاتريك عزيزي المتابع، لكن ترى والله معرفك. هذا خلنا نحطه هنا، تدري شلون؟ لحظه 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 لحظه، احنا بنجي الشباك، هل تكتيك الشباك ينفع؟ اي والله هذا هو طلع. يا هلا. نرجع لك تحسب لنا ننساك، نرجع لك. ابلع، نقز 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 نقز، عاد انا بصيد يعني بالهواء. طلع راسك، ابلع يا الحق. الله اكبر. اي والله طلع لي قصف، ان اول مره بحياتي يطلع لي القصف هذا، اول مره بحياتي. يعني كم وصلت قتله؟ كويس خلنا نطلعه. وين 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 وين؟ نحطه في عقر داره، في عقر داره. قاتل دموي، انا قاعد اشوف دموي، ما حد يقدر. خلط لي من قنبلتي يا رجل، والله ضياع قسم بالله. ما عندي الدموي، حتى اللي مات ما ما عندي دمويه. يعني لازم عزيزي المتابع تدرب واجد عشان اعرف اطلق القنابل. جتني فكره، تدري شلون؟ تعال انت، خلنا اخذك ونحطك هنا. ليش؟ عشان مجال الرؤية تصير عندك يعني عالي. تضرب يمين، تضرب يسار، تضرب فوق، تضرب يصير عندك عدة يعني خيارات عزيزي. ابلع 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 الثانية عزيزي. انا طاب هنا قاتل. منتصف الوقت، الله يعين. لا جديد، لا جديد، متصدر متصدر. الجولة الثانية اكيد انه يبي يرسبل بنفس مكاني. واحدة هيت مارك، لا حول ولا قوة. لازم اخذ الثار. يا تذبحني يا تذبحني يا تذبحني. الله عليك الله عليك، جاني واحد. الله سياسة المرتفعات رحمات الخوي. في سنايبر مترصد. طيب خلنا نحلل الطلقة ولا انقز، حلل المكان ولا اقفز، جت من يسار ولا من يمين. خلنا نقفز يا رجال. اي والله بقفز، اي والله خلنا نقفز، اي والله هذا هو قدامي. ابلع ابلع يا ايوه تمام. هذا الخوي، لا والله مو الخوي، الخصم الخصم عزيزي المتابع، انا اسف. يا الله انا ما يجرطني او اني ايمي ضايع، انا ما ادري يا عزيزي المتابع. بلعته. ابلع ابلع. شوف فوق
كيف هذا وين يبي ينحاش؟ هذا وين يبي ينحاش؟ عوذ بالله عجز تصيبه، عوذ بالله. ماني حق الدفاع المتحرك، قول ابلعت تصفيه بعد تصفيه حتى انت ما بلعت. اح هذا قاهرني من اليوم وانا اصيبه ما يموت. شوف هيت مارك، هيت مارك. انا لله وانا اليه راجعون. هذا قاعد عضفاي النهار. اوه ما شاء الله فزنا، الله تمام. الختام عزيزي المتابع، اتمنى هذا المقطع يكون خفيف عليك واستمتعت وتعلمت. اهم شيء تتعلم عزيزي المتابع الفائده، يعني تستفيد. اذا بغيت شيء تامر شيء، التواصل الاجتماعي موجود في الوصف، ولا تنسى من اللايك والشير والكومنت. استودعكم الله.